التجربة ديالي مع حمودة بدات ملي جاني اتصال من عند فاطمة الزهراء الريتب باش نتلاقى مع في شركة الإنتاج مع المخرج ومع الكوتش العربي أجبر ومع المدير المنفذ خالد مقري. فملي هضروا عليا على البيرسوناج وعلى ليستواغ ديال البيرسوناج حاولنا نعرفوه ونفهموه مزيان. مشيت ديت السيناريو قريت حمودة، عرفت البيئة ديالو فين مربي فين كابر، حاولنا نعرفو كاملين القصة مع العربي ولا مع المخرج. بقي كنعقل أننا أعطينا حمودة ملي كان باقي صغير حتى يمكن اتفقنا أنه يمكن ما كملش القراية ديالو، خرج من الكوليج، كيفاش حتى مشى لهاد البيئة ديال كيفاش تتعاطى المخدرات باش يهرب من هذاك المشكل اللي كان وقع عليه في الصغر. دونك حاولنا نعطيوه لي ديتاي منين داز منين خرج باش عطوه باش خرج لينا حمودة في الحاضر ديال المسلسل. وفي الاول ما كانش داك التعاطف بالنسبه للبيرسوناج، كان كيبان انه خايب، وهذه هي التفاته اللي كنا التفاته اللي كانت مزيانه، هو اننا ديما عندنا واحد الحكم مسبق على واحد الشخصية من هذوك الأفعال اللي كيديروا واخا خايبين، ولكن غير كنحكموا عليه باللي أنه خايب، ماشي علاش ولا خايب وشنو المشكل منين جا خايب. يمكن هذو مواضيع عالجهم المسلسل عن طريق بزاف الشخصيات، ماشي غير مع حمودة. مثلا واحد الشخصية ديال اللي خدامة، السيد اللي خدام مع ياقوت في الإدارة مع السي مدير المواغد البخشارية أنور. نعم. في الأول كانوا الناس سوا كيكرهوه على ذاك التعامل الخيب، كيفاش تعامل مع ياقوت نهار الأول على ذاك. نعم. كان توا كان كيبان خيب، عاد باش تفهمناه باللي توا راه معقول وبلي راه كان باغي ليها الخير وبلي دايزين بزاف ديال الحوايج. فالرجوع للحمودة كان هاد العامل تتفهمناه باللي ها هو المشكل منين جا. تعرفنا في الحلقة تسعود باللي راه حمودة راه وقع عليه واحد مشكل في الصغر، ها علاش هو تعطى المخدرات، ها علاش هو خايب، وهو ما بغاش يولي خايب، هو بالنسبة ليه ما بغاش يولي خايب، هو فيه واحد طفل صغير لداخل حاول يخبعه باش يهرب من هذاك المشكل. واحد المشكل آخر عوتاني اللي علاش أنه كاين في المجتمع ديالنا المغربي، واننا ما كنتواصلوش مع العائله ديالنا، ما كنحاولوش ما كاينش هذا التواصل ما بين الاب والام والاسره ديالو. ديما عندنا شي حوايج ما نقدروش نقولها لهم، ما يقدروش يعاودوا لينا، لا عندك حشومه نقول هذه باللي راه وقع ليا، كون وقع ليه مشكل، لو 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 ان حموده ملي وقع ليه المشكل وقال الاسره ديالو الام ديالو عائشه ولا خواتاتو المشكل، يمكن حموده ما كانش غادي يوصل دوك الحوايج، كان ممكن غير يخرج حاجه واحده اخرى. والجميل في الامر في المسلسل هو عطى واحد ليسبوار في الحياه، وهاد الناس هاد الناس اللي كيتعاطوا المخدرات ولا هاد الناس اللي كيشوفوا الدنيا كحله، فخصنا غير نحاولوا نشوفوها من واحد الزاويه واحده اخرى وتكون مزيانه ونشوفها.